هوكي شيبتيني وعذبتيني يا نراني لاوي صبر راي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما تشوفون كانت واجدة هنايا في كافي مور، منطقة كافي مور العتاملة، بالضبط في المعارف، دوار المعارف اللي غادي دير فيه واحد الصدقة موسمية هنا كما العادة. إن شاء الله غادي نعيشوا الأجواء كما الفيديوهات اللي سبق لينا درنا لكم. احنا درك في المعارف هنايا بلاصة بوريدة، راك تشوف من ورايا هذه بلاصة بوريدة، والناس بلاصة الغداء راهم دايرينهم بلاصة الغداء في فين داري القياط وكذا. ان شاء الله بحول الله حنا غادي نشوفوا الاجواء درك كامله، تشوفوا الاجواء، تعيشوا معنا الاجواء ديال هذه التبوريضه هذه ان شاء الله بحول الله. كما تشوفوها انت هنا غادي تكون التبوريضه. خليكم مع الفيديو الى اخره. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الله العابد مع الصربه ديال المقدم عبد القادر والاخوان سليمان ورابح والجماعه كاع تاع كافي مور تاع السعوديه. اولا وقبل كل شيء نشكرهم شكر جزيل على الدعوه وعلى حسن الاستقبال، استقبلونا وكبروا بنا، الله يكبر بهم الله يخلف عليهم. ثانيا نطلبوا الله التوفيق للفرسان في هذه الوعده المبروكه ان شاء الله، اللي كتفوت الى حدود ساعه تفوت في واحد الاجواء ممتازه الحمد لله، جو مزيان، تنظيم ممتاز، ناس كرامة، استقبال في المستوى. نطلبوا الله التوفيق للجميع، وشكرا لكم انتم كصحافه اللي كتغطيوا جميع الفعاليات والانشطه اللي كتهم تبوريضه. هذا الحمد لله كيزيد يوثق ان المغرب معروف بالتبوريضه، وهذا تراث اليوم اصبح ماشي تراث وطني، اصبح تراث عالمي الحمد لله اللي كنفتخروا به احنا كمغاربه وكمشارقه، بالرغم من الصعوبات انه اليوم ولات صعوبات كبيره باش تكسب العاود وتعلفوا على 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 دور العام، ولكن الحمد لله كاين البلية وكاين الناس يعني، وكاين واحد جينيراسيون جديده اللي راها حامله المشعل. نطلبوا الله التوفيق وشكرا لكم مره اخرى، اللهم يسر. شكرا. اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبيه وعلى اله وصحبه وسلم سيما. سبحانك رب العزه عما يصفون السوها ناس نتاع المعارف والعباده، وزادوا تجينات منا معنا ان شاء الله بحول الله، وكل عام ان شاء الله مبروك اهل البلاد ربي العالمين. نطلبوا الله النو والشتاء والخير يكثر، وان شاء الله نكبروها تكون كبيره، تكون نديروا فيها 3 ايام ولا 4 ايام، وهذا الشيء اللي كاين. زيد السي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بالنسبه لهذه الوعده هذه ديال هذه الدوار ديال المعارف، هذه هي السنه الثانيه اللي قمنا درناها، ونتمنوا ان شاء الله تكون تدوز بخير وعلى خير ان شاء الله وفي احسن الاحوال على كل حال. وهذه غير التجربه الاولى ان شاء الله، ومنه هكذا باذن الله ان شاء الله يكون الخير ان شاء الله قدام. السلام عليكم ورحمه الله. هذه الحلبه، هذه الحلبه اللي غادي يلعبوا فيها التبوريضه ان شاء الله بحول الله في دوار المعارف، يعني منطقة العتامنة كافي مور. إن شاء الله غادي نعيشوا الأجواء ديال التبوريضة هنايا، والأجواء كاملة اللي الناس الحاضرين معنا إن شاء الله بحول الله. خليكم مع هذه الأجواء إن شاء الله. هذه الصربة الأولى اللي غادي تبدأ إن شاء الله بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن نتواجد بوعدة العتامنة المعارف العبادة، منطقة جد ضعيفة، خصنا الدعم وخصنا السلطات يهضروا شوية، خاصنا رانا نقهرنا بالبارود، نقهرنا بالعلف، الشتا ما كان، ملوية ناشفة، ناس نشفتها علينا، غير اللي عنده الصوال ده اللي راه يسقي، لا إله إلا الله، حنا ما قدينا الشتي ولا غادي نتركوا هذا الميدان هذا، هذا هو الحل، الكسيبة غادي نتركوها، اللحم غالي، الجيب ما كان، الحريقة، بنادم غير راه يفكر غير في الحريقة، راه يخون يمشي يحرق، ملوية هذا ما كان، ملوية لا ما، خويا الله غالب، خاصنا الدعم وخاصنا يوقفوا معنا رجال، والعام الجاي تكون الدعوة زينة أحسن من هذه، والخيال اللي نعرضوها إن شاء الله يجوا عندنا مرحبا بهم. واللي جاي يتغدى معنا مرحبا به، والعقبه العام الجاي وتكون دعوه زينه ان شاء الله.
والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلات عليك يا رسول الله. احنا مسلمين اخوتي رجال البلاد. مرحبا بالناس اللي جاوا هنا. مرحبا بزاف. والنظام اخوتي الله يرحم الوالدين النظام، احنا هاد الخيانه راه حنا نلعبوا لوجه الله. سلمونا اخويا وسجعونا اخويا. الناس اللي جاوا الحباب الله يكثر خيرهم، والله جابوا الخير ويديوا الخير، والله ينصرهم، والله يجي في شي عام مبارك، والله ينصر الحق، والله ينصر سيدنا الله يحفظه، والله يشافيه، والله يهدن الروعه، والله يحفظ السلطه اللي واقفه معنا. الله يرحمنا، والله يجيب شي عام مبارك، الله يجيب شي عام مبارك. الله يجعل بكريم يغسل القلوب، الله يجعل بكريم يرطب القلوب. خياتنا المحبه باش ربي يحن فينا. المحبه اخوتي والعباده هي الاول، العباده باش انسان يكون لاباس. والحمد لله رب العالمين، الله ينصر خياتنا، والله يكمل عامنا بالخير، والله الناس اللي حضروا هنا والحباب والفاميليا الله ينصرهم، والفاكانس الله ينصرهم. وخي اعطي لشي واحد اللي ابغى المقدم راه فينا. والسلام عليكم اخويا، الله يحفظكم اسيدي. كملنا مولانا.
مصيبه. خويا خويا السلام عليكم، كي داير الاحوال؟ كلشي مزيان خويا. هاد الوعده وقت جدودنا قدام وراك عارف نديروها موسم كل عام العام ان شاء الله. وراك عارف الصداقه نتاع الله وكلشي، فهمت؟ ربي العالمين يرحمنا بالشتاء ان شاء الله. ايوا راك عارف القلوب تصفى شويه وفيها صلاه الرحيم وصلاه الرحيم، وراه هذه يجي موسم يديروا الخضره ديرها على دول المعارف السعيديه بنيدرار اغبال مهايا المغرب كامل، المغرب كامل والحمد لله. الخضره اللي كانوا يديروها العام فايت ما داروهاش هالعام ياك؟ العام اللي فات درناها شويه روطار، وهذا العام درناها في 21 اوت، فهمت؟ وان شاء الله بحول الله على حسب شويه الفاكانس، فهمت؟ كان اللي يبغي البوريدار راك عارف يبغي هذا الموسم واه يفرحوا. ايوا اللي دار شي حاجه في سبيل الله ان شاء الله. هذا الشيء اللي كاين. شكرا بارك الله فيك. الله يحفظك بارك الله. كما تشوفوا هنا الاجواء، اجواء رائعه هنايا. هنا بلاصه فين كيجلسوا الناس فين يتفرجوا هنايا، وكما تشوفوا هنايا والناس كتبيع دايرين التجاره، كيبيعوا هنايا الحوايج. هما هذا كيبيع البلاستيك، وكاين الناس تبيع الخضار، كاين اللي بيع. وهما القياطن هنا الناس جالسين فيهم، الناس اللي كيتفرجوا كما راكم تشوفوا. تبارك الله. وبالنسبه للخضره واش يقول لك؟ كاين الناس عيانين ما قديش ما كانوا يديروها، ما قديش ما حسن لهم. واحد البلاد كانت في المال باش يديروا فيها التراب الموبيل باش يديروا فيها التراب. انا عندي البلاد نروح نديروها ما قادرينش ما قادرينش غادي يتحشموا غادي كذا ما عندهمش باش غادي يديروا. كاين اللي ما عندوش اكثر الا ما شكون اللي جابكم انتم هنا ديروا انتم الدوار اللي درتوها ولا شكون؟ لا ماشي كان واحد جاب راسو راسو تجيب راسو هو راسو ماشي زعما احنا عرفنا بلي غيديروها. هنا كاين اللي شادر، انا ما درتش انا ولكن كاين اللي دار. كل واحد يطيب الراسو صافي، كل واحد يطيب الراسو، كل واحد هذاك الشيء ماشي جمعوا ولا كذا ولا كل واحد يطيب الراسو يدير الراسو مزيان صافي. شكرا صافي الله يحفظك. السلام عليكم. هادي قال لك مع نشرعه، قال لك موال يا خويا زايو زايو ونا الزاويه. قال لك ما نساوش كاع يعني كاع هادو اللي راهم يعني حاضرين ودايرين هاد الحفل هذا. جماعه ناس الخضران وناس كافي مور وناس السعيديه. هادي مع عند الشاب حسن حداد، قال لك وفي خطر زايو، قال لك وقال لي جيب لي واحد الموال او قال لك غير قبلوا علينا كما يقولوا. خويا حسن زين اه وكي شيبتيني ومحنتيني، اه وكي شيبتيني وعذبتيني، يا نراني لاوي صبر راي، وتستاهل خاطر خويا الزايو والريح الدايو وصحاب كافي مور. هسي بالرحاب، هسي بالرحاب، هسي بالرحاب. شي تحيه للحاضرين وتحيه للسيحيا والقناه ديالو، ونطلب من الجمهور يبارطاجي ويدير جام للسيحيا، راجل زين. وحنا رحنا نتواجدوا هنا في الوعده ديال المعارف الموسم الثاني ديالها، ونطلبوا الله يكون الخير والله يرزقنا المطار ان شاء الله والله يبدل علينا هذه الساعه هذه. وشكرا لك سيحيا. خاطر خويا حسني وناس بلجيكا، وتحيه كاع لصحابنا. قال لك وتحيه اللي ما يبغيوناش في خاطر براكنا، وكاع
الجاليه المغربيه اون جينيرال وفي خطر حسني في غيبيه. الصلاه هنا كيوجدوا هنا باش يصلوا، كيوجدوا لهم هنا باش يصلوا صلاه الظهر، هنا كيفرشوا لهم كما كتشوفوا هنايا. غادي فيك غادي يصلوا ان شاء الله بحول الله. واخا انت صوري غير من هنا راكي عارف انا لا ودي غير تباصا هكا خالي هكا راه والله حوضك شكرا. ها العقبة العام الجاي ان شاء الله. ميمون كما تشوفوا هنايا راه الاماكن يعني تقريبا مفرها وغادي يفرشوا لهم هنا في الظرف هذا الملعب هذا وهنا غادي يجلسوا الناس كما راكم تشوفوا تبارك الله خير موجود الناس غادي تجلس هنا وما دايرين لهم الحصاير تبارك الله تبارك الله. السياسة هو تبارك الله عليك السياسة. تبارك الله عليك السياحية على الاستضافة واش غادي نقول لك بينت لنا ربي يخليك ان شاء الله بحول الله يجيب لي بينك لا راه يسمع بارلور سمعت لا راه زيدوا لنا كما جروا غير جروا كما قال لك زيد 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 انت تبارك الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله اللهم بارك اللهم امين يا رب العالمين. خليه تما ربع ريت صافي
بغيت هاكم تشوفوا تما الخير موجود تبارك الله، ها انتما كلشي ياكل كلشي يشرب، كاع الناس كل واحد جاي من دارو كل واحد جاي بلاد تبارك الله، هذه جاي في بيكاب معامره كما تشوفوا الأجواء رائعة، أجواء يعني شعبية، أولاد الشعب هذا كلشي تقريبا. محمد شمغار ديما كاشيني احنا السلام عليكم. السلام عليكم. الله يحفظك. بصحتكم. الله فيك. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم انفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم، وبارك لنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الرفاق، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين، اللهم أكرم من أكرمنا وأطعم من أطعمنا واسقي من سقانا وآوي من آوانا وكثر يا رب لديهم الخير والغنى يا رب العالمين، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعله يا مولانا تفرقا سالما موفقا من الشر ومن الشيطان معصوما، واجنا اللهم من النار بعفوك، وادخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، وللصدقة واللي كانوا سبب هذه الصدقة اللهم اجعل لهم كل خير، اللهم يا رب اجعل هذه الصدقة جالبة لكل خير نافعة لكل شر ستر وحجابا من النار، يا رب ارحمنا بها الأموات الأموات ديالنا جميعا في هذا اليوم المبارك، اللهم يا رب اغفر لهم وارحمهم، اللهم جدد عليهم الكرامات، اللهم جدد عليهم الحسنات، اللهم اجعلهم في أعلى عليين ساكنين منعمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم يا رب يمن كتابهم ويسر حسابهم وذقن ميزانهم بالحسنات وثبت اقدامهم على الصراط واسكنهم في وسط الجنان وجعلهم جوار سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم يا ربي من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم ان كانوا محسنين فاسف احسانهم وان كانوا غير ذلك فتجاوز سيئاتهم، اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم يا رب العالمين، والمرضى لنا اللهم اشفهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا يبقى لما يا رب العالمين. Thank you.
اللهم اشفيه بشفائك وداوي بدوائك وعافيه من بلائك. اللهم رب الناس اذهب الباس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك، شفاؤك لا يغادر سقما ولا يبقى الما يا رب العالمين. اللهم اشفيه بالقران العظيم وداوي بالقران العظيم. اللهم عجل لهم الشفاء، عجل لهم بالدواء، انزل لهم شفاء من عندك وانزل لهم رحمه من عندك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اجمع جميعا بدون تخصيص صغيرهم وكبيرهم. اللهم يا رب كن منهم خيرا، اللهم يا رب ابعد منهم شرا، اللهم يا رب نجينا ونجيهم من البلاء والبلوات، الخارجين من الارض والنازلين من السماوات، وللصدقه وللطعام الصدقه، اللهم اجعلهم في منوها ان شاء الله، اللهم يا رب اجعلها لهم في منوها ان شاء الله، اجعلها جانبه لكل خير، دافئه لكل شر، سترا وحجابا من النار، قنطره الى الجنه، اللهم يا رب افعل لهم بها الاجور والدرجات، اللهم يا رب اعلهم بها المقامات، ملك البلاد اللهم ارني الحق حقا وارزق اتباعه، وارني الباطل باطلا وارزق اجتنابه. اللهم يا رب اشفيه شفاء عاجلا، اللهم اشفيه بالقران العظيم وداويه بالقران العظيم. اللهم عجل له بالشفاء، عجل له بالدواء، انزل له شفاء من عندك وانزل لهم رحمه من عندك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. السلطات الجمعيه وقف والمقدميه، اللهم يا رب سلطة وأعوان السلطة والجامع والجمعيات والمقدمين، اللهم احفظها من كل واحفظهم من كل شر واحفظهم من كل بلاء وضعنا رب العالمين. اللهم يا رب خير السابي زيارهم بخير ولا خير ان شاء الله. اللهم يا رب كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. والمقدمين اقول لكم اصحاب الخير لهم هذه العبور، واللي بغى يتفرج مرحبا، الله يجزيكم منا احسن الجزاء. وختام عرسك الله بشر الاخره كالامين من الدنيا، لا اله الا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحيم ملك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي آله وصحبه وسلم سليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله، لا عبدك ورسولك نبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم سليما. سبحان ربك بالعزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. راه باقي النار رجال.